جدا، قليل جدا، بدين جدا، نحيل جدا، أو لا أحد. ضحكات أو دموع، محبون أو كارهون، غرباء بوجوه تشبه ظهر مسمار الكبس، جيوش تندفع في شوارع من دماء، تلوح بزجاجات الخمر تنكح العذارة وتطعنهن بالحراب. عجوز في غرفة رخيصة يعيش مع صورة لمارلين مونرو. ثمة وحدة في هذا العالم، ثمة وحدة في هذا العالم هائلة جدا، تراها في الحركة الرتيبة لعقارب الساعة. البشر منهكون من التعب، مشوهون، إما بسبب الحب أو بسبب فقدان الحب. الناس ليسوا طيبين مع بعضهم بعضا، الأغنياء ليسوا طيبين مع الأغنياء، الفقراء ليسوا طيبين مع الفقراء. نحن خائفون. نظامنا التعليمي يجعل من الجميع متعلمين جهلة، لكنه لا يخبرنا شيئا عن القاع، عن الانتحار، عن رعب إنسان يتألم وحيدا لا يلمسه أحد، لا يتحدث إليه أحد. الناس ليسوا طيبين مع بعضهم بعضا، ولن يكونوا، ولا أطلب منهم أن يكونوا، إني أفكر في ذلك فقط. سوف تدور الخرزات في السبحة، سوف تتجمع الغيوم في السماء، سوف يقطع القاتل رأس الطفل كمن يأخذ قضمة من كوز البوضة. كثير جدا، قليل جدا، بدين جدا، نحيل جدا، أو لا أحد. الكارهون أكثر من المحبين، الناس ليسوا طيبين مع بعضهم بعضا، ربما لو كانوا كذلك لكان الموت أقل حزنا. أثناء ذلك أحدق في الفتيات اليافعات براعم الأمل. لابد أن هناك طريقا، لابد أن هناك طريقا لم نفكر به من قبل، لابد أن هناك طريقا. من وضع هذا الدماغ في رأسه؟ إنه يصرخ ويلح، يقول هنالك أمل، ولن يقول لا، لن يقول لا أبدا أبدا.